مساء الخير. جالنا أكتر من 300 تعليق على حلقة ليه مصر بتستورد الغاز من إسرائيل وما الذي أغضب تركيا. إذا استبعدنا الكلمات الطيبة اللي جات لي في هذه التعليقات واللي أنا شاكر لأصحابها، وإذا استبعدنا الشتائم اللي جات لي أيضا واللي أنا مسامح أصحابها، فإحنا قدام مجموعة من الأسئلة المهمة اللي تستحق منا التعليق مرة أخرى علشان نوضح الحقائق. يعني في قضية مهمة، السؤال الأكثر إلحاحا واللي بيتهمني بأن أنا بعمل تطبيل ومسح دماغ وأن أنا بقول كلام مش منطقي، في أن أنا قلت أن مصر استفادت وإسرائيل استفادت، وأن مصر زي ما شرحت، مش عاوز أعيد الحلقة التانية، وبيقولوا لي إزاي مصر تكون استفادت بنقل الغاز الإسرائيلي في الشبكة المصرية أو الأنبوب المصري، وعن طريق الإسالة في محطتي إدكو ودمياط، وفي نفس الوقت تدفع 15 مليار دولار في 10 سنين. طيب ما هي لو كانت عاوزة تبقى مجرد وسيلة لنقل الغاز، تم تاخد مقابل أو رسوم على هذا الغاز بدل ما تشتريه. دي النقطة الرئيسة الحقيقة، ودي نقطة محتاجة تنبيه أو محتاجة توضيح. وقبل ما أوضح، عاوز أقول لحضراتكم أن 300 تعليق جزء كبير منهم جدا بيتكلم على تفاصيل أنا ما أعرفش مصدرها إيه، والله ما أعرف. وبالمناسبة تفاصيل الاتفاق الخاص باستيراد إحدى الشركات المصرية اسمها دولفينز حتى الآن غير معلن، وتفاصيله غير معلنة، ولا يعلمها غير عدد محدود جدا جدا جدا. ومحاولتي لفهم هذه التفاصيل اقتضى مني ان انا اكلم عدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين خارج التسجيل، واعرف يعني بصفتي صحفي وبتواصل مع هؤلاء الناس اوف ذا ريكورد. ومع ذلك اللي انا بقوله لحضراتكم انه الذي لا يعلنه المسؤولون المصريون كالتالي: الغاز لن تشتريه الحكومة المصرية لكنها تعلم به وتوافق عليه، وإن الغاز هتشتري شركة خاصة مصرية، الشركة اسمها دولفينز. الشركة واقع الأمر أو عمليا كما تبين لي كمعلومة وليس استنتاج، هي مش هتشتريه، بمعنى أن هي هتشتري تدفع 15 مليار دولار في 10 سنوات. كل الفكرة أن هذه الشركة في حقيقتها ليست إلا مسوق لشركتي الغاز، شركة ديلك الإسرائيلية ونوبل إنرجي الأمريكية، اللي بيتشاركا في حقلي الغاز اللي تابعين لإسرائيل. والحقلين زي ما قلت لحضراتكم اللي بينتجوا من حوالي سنة 2010 عندهم أزمة كبيرة جدا، وزي ما قلت لحضراتكم وبعض السادة الأصدقاء كان بيتعجب إن إسرائيل كانت عاجزة عن تسويق هذا الغاز، لأن الغاز لما يطلع قدامه طريقة من اتنين علشان يقدروا يصدروه: يا إما يمد أنبوب إلى مكان يقدر إلى مصدر يستهلك على طول، زي مثلا إن يودي أنبوب زي ما روسيا بتعمل أنبوب من حقولها إلى أوروبا، وأوروبا جعانة أو عطشانة غاز فبتستهلكه، أو ينقل الغاز مسالا عن طريق أنابيب، عن طريق محطات يتم تسهيله ثم ينقل إلى مصادر السوق اللي يستهلكه، وبعد ما ينقل يتم تغييزه مرة تانية ويضخ على شبكة. الحاجتين دول مكلفين جدا، علشان إسرائيل تمد أي سوق بالغاز وليكن أوروبا، لازم تمد أنبوب لغاية قبرص أو لغاية تركيا أو لغاية إيطاليا أيا كان، ودي مسألة مكلفة جدا جدا، وتبقى مقبولة بس لو إن إسرائيل أو أي بلد تاني عنده كميات غاز كبيرة، وهذا ليس حادثا في إسرائيل. كميات الغاز اللي عندها ما هيش كبيرة بحيث تعمل أنبوب ضخم يوصل يتكلف مليارات كتيرة، 7-8 مليار دولار مش معقولة هينتجوه إذا كانوا هم كميات الغاز اللي عندهم ما تبقاش مش كبيرة زي روسيا أو زي قطر أو زي أستراليا، أو تعمل محطات تسهيل غاز. ومحطات التسهيل مكلفة تتراوح تكلفتها من 7-10 مليار دولار وعمرها 30 سنة، وبالتالي ما فيش شركة هتستثمر. وما تتكلموش على إسرائيل، إسرائيل الكيان الصهيوني القادرة الباترة، الكلام ده احنا بنتكلم على شركات، ففي النهاية الشركات المستثمرة هناك سواء كانت مملوكة للحكومة الإسرائيلية أو لمستثمرين إسرائيليين، أو شركة نوبل إنرجي اللي هي نشيطة في الحقول الإسرائيلية وحقول البحر المتوسط،
ما عندهاش ما يدعوها أن تستثمر في أنبوب وتستثمر في محطات إسالة، لأن الكميات اللي عندها غير مجدية، ما هيش كميات كبيرة، فبتدور على طريقة اقتصادية تستفيد بيها من هذه الكميات المعقولة وليست الكثيرة. ووجدت أن أفضل بلد لاعتبارات كثيرة هي مصر، زي ما شرحت لكم المرة اللي فاتت. مصر مستفيدة لعدة أمور، أو بمعنى أصح مش متضررة. السبب الأولاني زي ما قلت لحضراتكم أنها تسقط قضية التحكيم وتنجو من دفع أكثر من مليار دولار غرامة لوقف تصدير الغاز المصري المتعاقد عليه لإسرائيل في 2012 بعد ثورة 25 يناير وتوقف الغاز. لجأت إلى المحاكم وخدت حكم بأكثر من مليار دولار. الأمر الثاني زي ما شرحت لحضراتكم أن الشركات المالكة لمحطتي الإسالة، وهي استثمار ضخم، بتعاني من عدم وجود كميات إضافية من الغاز، خصوصا بأن مصر سوف تكتفي من الغاز بداية من نهاية هذا العام، مش يعني من قبل كده ولا الآن، وبالتالي فهي تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز تضخ ليها علشان تشتغل وتبتدي تصدر. ولما مصر تنتج بكامل طاقتها يدوبك يكفي الإنتاج المحلي، والحديث عن التصدير يعني يبقى فيه مبالغة كبيرة. المهم جدا نعرف أنه لما بنقول لما هي عندها اكتفاء ذاتي، ولا لما يتحقق لها الاكتفاء الذاتي بعد سنة أو بسنتين، أنا بقول لحضراتكم أن الغاز اللي هيجي كما علمت من أكثر من مصدر لن تشتريه الحكومة المصرية، ومش هدفه أنه يروح للسوق المصري. لو كان مستثمر عاوز ياخده لأنه شايف أن في ميزة عن الغاز اللي هياخده من الحكومة المصرية، ماشي لا بأس. لكن الهدف الأساسي أن الشركة اللي استوردت الغاز واللي بقى في عهدتها هي ليست إلا فرنت أو واجهة لتسويق الغاز الإسرائيلي عن طريق الانفراستراكتشر أو البنية التحتية المصرية، الأنبوب ومحطات الإسالة وباقي يعني أجزاء البنية التحتية، ومن مصر يطلع للتصدير في أي مكان آخر في العالم، قد تبيعه إلى تركيا نفسها، قد تبيعه إلى أي من دول العالم المختلفة. مصر مستفيدة مرة تانية بأنها تتحول إلى مركز لتصدير الطاقة في كل مكان. وبعد ما سجلت الحلقة اللي فاتت وجدنا أن في تفاوض مع قبرص اللي عندها حقل أيضا في البحر المتوسط، كمياته ليست ضخمة لكنه قريب من حقل ظهر، وبالتالي سوف تكون مستفيدة إذا مدت أنبوب صغير يدخل على الفاسيليتيز أو البنية التحتية اللي بتنقل غاز حقل ظهر إلى مصر، وبالتالي يتم تسهيله وتصديره إلى العالم كله. هذه المسألة بمنتهى البساطة. فمصر ما اشترت شيء، ومصر مش مستفيدة من الشراء، ولكنها مستفيدة من تمرير الغاز زي ما شرحت لكم عن طريق شركة مصرية، واقع الأمر أنها تعمل كمسوق للغاز الإسرائيلي. أما أوضحنا الكلام ده اللي هو مش ممكن يتقال بشكل رسمي، فنيجي الأسئلة تانية. طيب وأنا لما بتكلم بهذا الشكل معناه أن أنا بهل للعلاقات وبطبل للعلاقات المصرية الإسرائيلية؟ لا، أنا بشرح لكم الموقف، ليه نتنياهو كان مهلل وفرح، وليه الحكومة المصرية مهللة ورئيس الجمهورية اللي احنا جبنا جون، لانه الطرفين مستفيدين. هل كونك انت بتتعامل مع اسرائيل امر يسعدني انا كمصري او كعربي؟ لا، وانا قلت الكلام ده في اكتر من فيديو، بس انا مش هنا مش موضع الكلام عن قناعاتي الشخصية. انا بقول لكم بفسر لكم ليه الموقف ده حصل، ادي الحدث، ادي التفسير، ادي مين المستفيد، مصر وإسرائيل، والمتضرر هي تركيا. جت لي عشرات الأسئلة عن تركيا، جزء كتير منها الحقيقة مبني على معلومة أساسية خاطئة. المعلومة الخاطئة ديت مثلا، ولو أنه ما كانش موضوعنا، أن أنا قلت أنه تركيا لم توفق مثل باقي جيرانها المتشاطئين على البحر المتوسط في أن هي تجد حقول غاز. دي مش شتيمة في تركيا، دي حقيقة. شركة البترول أو شركة التركيش بتروليوم كومباني بتدور مع شركاء أجانب من سنوات طويلة، بقالهم فترة طويلة ولم يوفقوا في الحصول على غاز، وبيحاولوا تاني، ولكن قد يوفقوا لكنهم لم يوفقوا حتى الآن. دي حقيقة. الأمر الثاني أن كان عندها طموح أن إذا ما كانتش منتجة للغاز أن هي تكون مركز لاستيراد
وتصدير الغاز لكل مكان في العالم اعتبارا من موقعها او اعتمادا على موقعها انها تاخذ الغاز من اذربيجان وتاخذ الغاز من روسيا وتسوقه الى وتاخذه من منطقه الشرق الاوسط وتسوقه. مصر اصبحت تزاحمها في هذا الامر، فالمساله دي تغضب تركيا. في حد قال على معلومه، مش حد ده كتير، منهم مثلا الأستاذ أو جي عابد، وقال رسالة مهذبة جدا أنه خلاصتها يعني أن واضح أن أنا مش واخد بالي أنه تركيا لم تفشل، ولكن اتفاقية لوزان بتمنعها من البحث عن مصادر الغاز في البحر المتوسط، وأنه الوضع دوت سوف ينتهي بنهاية اتفاقية المدة سنة 2023. وبعدين لقيت الأستاذ محمد حسام بيقول الملحوظة ديت، برضو صديق آخر، وبعدين وجدت كتير بيتكلموا عن اتفاقية لوزان، واكتشفت ان القصة يعني شائعة، ان في اعتقاد ان اتفاقية لوزان اللي وقعت سنة 1923 بتمنع تركيا من البحث عن الغاز، بتغل يدها من البحث عن الغاز في منطقة البحر المتوسط، وانه الاتفاقية سوف تنتهي بنهاية 2023، ولما تنتهي الحياة هتتغير في تركيا. الحياة دي واحدة من نظريات المؤامرة ومن المعلومات الكاذبة والخاطئة. اتفاقية لوزان وقعت سنة 1923 ولا يوجد فيها بنود سرية تقضي بانتهائها سنة 2023، لأنه أولا ما فيش حاجة اسمه اتفاقية ملزمة بين الدول يكون فيها بند سري. البند ده بيوقع عليه الاتفاقية بيوقع عليها البرلمان التركي، ولو كانت سرية هيوقع عليها ازاي؟ ولو كانت مش مكتوبة مين يضمن استمرارها؟ والأهم من كل الكلام ده، هل يعقل ان اتفاقية لوزان التي حددت حدود تركيا الحديثة بوضعها الحالي تنتهي كلها مدة مؤقتة، تنتهي بعد 5 سنين، والاتحاد الأوروبي يغامر وكل دول حلف شمال الأطلسي تغامر ان دولة مهمة زي تركيا تنهار تبقى بلا حدود ويبدأ التفاوض على حدودها بعد 5 سنين، وبعد 5 سنين نبتدي نقول ايه؟ ان في حدود تركيا من سوريا، وهل نتفاوض تاني على دولة للأرمن مثلا جوه تركيا، ونتفاوض على شمال سوريا تبعها ولا تبع سوريا، وانه الموصل تبع العراق ولا تبع طب هذا الكلام ده عبث، كلام مش صحيح بالمرة. والرئيس التركي نفسه لما كان في ديسمبر الماضي وكان قاعد في اليونان وانتقد اتفاقية لوزان، انتقدها انتقادا خافتا وله دوافعه السياسية اللي ممكن نتكلم عليها في مرة تانية، بيتكلم على انه اتفاقية لوزان كان عليها بعض التحفظات، انها لم تنصف مثلا الاقليات التركية اللي عايشة في اليونان، انه اتفاقية لوزان بتكلم على امور يعني محدودة جدا، انه تركيا اخذت بعض الجزر الصغيرة اللي هي قريبة جدا من تركيا واحنا كنا اولى بيها، مش بيتكلم ان اتفاقها تنتهي وان احنا ممنوعين من البحث عن مصادر ثرواتنا، ثم ان هم اوريدي بيبحثوا. ده المسألة. في هذا الاطار بيجي لي اسئلة تانية، مثلا انه انت بتعتبر، هل انت بتعتبر انه الاستاذ عبد العزيز سالم والاستاذ عبد الغني يعني تركيا بنظرك هي العدو واسرائيل هي الصديق؟ لا، اسرائيل هي العدو، قلت وما زلت اقول وقلت في حلقات كامله انه، وفي حلقه كامله الجهاد او محاربه اسرائيل على بساط الجود وارجعوا له، احنا بنتكلم على انه اسرائيل كانت وما زالت هي العدو. تركيا وأي دولة أخرى فيها خلاف مع مصر أو مع أي دولة أو مع دول الخليج أو المغرب العربي تبقى خلافات مؤقتة قد تطول وقد تقصر، لكن يظل إسرائيل هي العدو المشترك لكل العالم العربي وكل العالم الإسلامي، لأنها دولة مزروعة في على أراضينا ولا تتمنى لنا أبدا الخير، وأي تعاون معها يبقى محل انتقاد، ودي قصة تانية. أنا لست صانع سياسات لا في مصر ولا في المغرب ولا في السعودية ولا في غيرهم. الأمر الثاني أنه هذا لا يمنع أن كون تركيا ليست عدو، أنه الأقدار وضعتها في حالة صدام مع مصر على أكثر من صعيد. طبعا أنا مندهش جدا لأنه كتير من التعليقات جاية وأنا فاهم الأسباب، بيتكلم عن تركيا باعتبارهم مواطنين أتراك بيدافعوا عنها بشراسة شديدة، أنا متفاهم الأسباب وده مش موضوعنا في كل الأحوال. في عندي رسالة بيقول لي مثلا الأستاذ سمير RX وعمر علي وتوفيق وعبده ياسر بيقول لي ان انت بتكذب وتهرب من الحقيقة في كل ما يتعلق بمصر
وظهرت واحد من محلل السيسي أنت بتكره تركيا وتطبل العلاقات الإسرائيلية المصرية، الواحد بيفكر يلغي الاشتراك في قناتك لأنك لست موضوعي بالمرة. وتوفيق بيقول لي إزاي استفادت مصر وهي دفعت 15 مليار؟ أنا أجبت على بعض الأسئلة دي، لكن فيما يتعلق بمسألة التطبيل الحقيقة أنه مسألة يعني ما أقدرش أقولها غير أنه أنت لا تتابع الفيديوهات يا أستاذ سمير ويا أستاذ عمرو يا أستاذ توفيق، لا أبدا. كل القصة أن خط القناة من البداية للنهاية نحن بنحاول نحلل الموقف بغض النظر عن كوني مصري، ما أنا كان ممكن أبقى سوداني، كان ممكن أكون مغربي، كان ممكن أكون من الصومال، من أي بلد، فمش كل بلد بتكلم باعتباري مصري وإلا ما حدش تاني يسمعني في أي مكان. أنا قلت لكم الموقف زي ما أنا فهمه وزي ما أنا اجتهدت في فهمه من مصادره المختلفة. أما حكاية التطبيق اللي بتقول عليها قد يتوافق رأيي مع رأي الحكومة المصرية وقد يتعارض. في حالة مثلا لما كنت أنا بنتقد، لما جونا بنتكلم عن الانتخابات المصرية، رجعوا الفيديو مرة تانية هو باسمه تمثيلية الانتخابات المصرية، مش هتجدوا فيه أي تطبيل للحكومة المصرية ولا تبرير. لما جينا عن تيران وصنافير وحلقتين احنا ما كناش بنطبل للحكومة المصرية ولا غيرها، لكن القصة كلها انه على حسب الموقف وعلى حسب مقتضيات الحال احنا لا بنطبل ولا بنهاجم، احنا بنحاول نلاقي موقف واضح او قضية معينة وبنجتهد، وقد نصيب وقد نخطئ. اشكركم، والى لقاء اخر ان شاء الله.